بعد ما خدنا الميزان بتاعنا وظبطنا الكيش، كلمه السر ان انا بقطع الولد بتاع جروهي او جبريت او ايدل ستاندر، اي صندوق دفن بيبقى معاه المنيجه ال 90 مللي والمنيجه ال 50 مللي. فباجي سيادتك قبل اي حاجه بفك الطوب اللي بتبقى هنا وهي بحلقه اسمنت ابيض. اسمنت ابيض باين؟ طيب لازم احلقه اسمنت ابيض حوالين الولد بتاعي. ليه حضرتك؟ عشان خاطر لو في تسريب من الجوان، لو في تسريب من الجوان ومفيش اسمنت ابيض هيسقط لي ميه ويدخل لي ميه في الحيطه، مش هعرفها انا لما الاقي الشقه متسرب ميه ونفضل نلف ونستكشف وده كله بنحله في حته اسمنت ابيض ببلاش. الا ربع الكلام ليك، ركز معايا ماشي؟ اوبشن ايه؟ فلما حطيت الاسمنت الابيض حضرتك عشان خاطر لو في تسريب الميه ما تطلعش لبره. نفس الموضوع برضو عند المانيجه 90 مللي. فهنطلع الجوانب بتاعتنا ننضفها طبعا عشان جه عليها اسمنت ابيض واحنا شغالين، فلازم تنضف الجوانب بتاعتك تماما عشان الجوان ما يعلقش مني ويشيل لي سن التراب وتلاقيها بتسرب منك. انا عايزك تركب القعده من اول مره زي ما انت هتشوف معانا دلوقتي ان شاء الله باذن الله. ما يبقاش عندك تفضل تخش تركب وتخش وتخرج زي ما احنا ما قلنا ان شاء الله احنا مع بعض هنكون شطار ومع بعض هنكون 100 100 ان شاء الله. والناس الحقيقيين الفاشلين خليهم يجاملوا بعض او يحبوا بعض بعيد عن جنب كده. اهم حاجه اتاكدت ان الجوانات بتاعتي سليمه مظبوطه والمانيوم بتاعها سليم ومظبوط، انا اضافها من اي عوالق واي اتربه عشان ما يعملليش خلل ما بين الجوان والولد المانيجه ال 50 مللي او ال 90 مللي. طبعا بالمناسبه العدد دي كود عدد ممتازه جدا جدا على سعرها وشكلها، لا ممتازه 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 مع غلاء الاسعار اللي احنا شايفينه في الفتره ديت في الشارع في البلد اللي منه. فكده حضرتك انا ركبت المانيجه بتاعتي كده الدنيا معايا تمام اهو. بص بقى حضرتك الفيديو بقى كله بيتلخص في الدقيقة أو الدقيقتين اللي جايين دلوقتي. أنا معايا الولد طويل هنا ومعايا الولد طويل هنا، عايز أعرف أنا هقص قد إيه بالظبط عشان ما يبقاش الولد طويل ولا يبقى الولد قصير، لو قصير هيسرب مية ولو طويل القعدة مش هتركب هتلاقيها بتلق وتلاقي فيه مشاكل بتحصل لك كتير بعد كده. فهناخد حتة سيليكون، وبس هنا أجوبة السيليكون اتفتحت من ورا فإيه هنستأذنها في حتة سيليكون. سيليكون شحم نباتي اي حاجه تعمل ليونه مع الجوان. وكده انا ركبت ده كويس جدا وهركب الولد بتاع الصرف ال 90 مللي كويس جدا اهو. اديله سنه بس ايه يعني ايه ليونه عشان الجوان ما يقطعش او يتحرك من مكانه. كده حضرتك انا ركبت الجوانين بتوعي. بصفيحه المنشار هعلم على وش الحيطه كده، انا عملت علام كده، انا خدت قيمه اللبوس كلها جوه وخدت علام. العلامه دي هنستنى دلوقتي، انا خدت علامه اهو وهاجي على القعده الولد ال 90 مللي هروح لك جاي مدي علامه كده. انا خدت علامتين معايا اروح لك جاي لافف. انا بس عايز اوضحها للفيديو، اروح لك جاي باين معاك، اروح لك جاي لافف الولد بتاعي مكان ال 90 مللي، هدخل الربله دخلت الربله بتاعتي كويس وهديها حته سيليكون بس ايه نظافه لان هي الجوان يعدي مني مش اكتر من كده. ركز معايا ان كان في معايا علامه الاول، هدخل الولد هنا كده، انا دخلت الورق اروح لك جاي مدي علامه بصفيحه المنشار بتاعتي اهي. انا كده ركز معايا حضرتك، انا كده اخدت علامه على الولد جوه الحيطه.
والحيطه هي وش القعده من هنا. فانا هروح لك جاي اهو، بص سمعت المنشور على الحيطه على الولد كانها راكبه بالظبط اهي كده. رحت انا جاي مدي هنا علامه ليا، يبقى دي علامه اللبوس جوه الحيطه ودي علامه اللبوس اللي جوه القعده. بتختلف معايا من قعده لقعده؟ اه. بتختلف معايا قيمه بروز البورسلين؟ اه. طيب كده انا اخدت العلامه بتاعتي هي حضرتك. القيمه ما بينهم كام؟ 6 سنتي. يبقى نقطع من الاول هنا 6 سنتي هنقطع من دي 6 سنتي عشان اركب اللبوس بتاعي كله جوه، يقطع بره عشان الصوت. برضه نفس الموضوع الولد بتاع ال 90 مللي انا برضه هنا مديله علامه اللي هي دخلت اللبوس جوه الحيطه. اروح لك جاي مركب المانيجه بتاعتي كويس قوي، المانيجه راكبه للنهائي. اخدت علامه بتاعت الحيطه، اخدت علامه داخل الحائط، واخدت علامه على الطين. بشوف القيمه اللي ما بينهم ما بين العلمين مدياني 3 سنتي ونص. يبقى انا اجي اعلم من هنا 3 سنتي ونص واروح لك جاي معلم، ودي الوسطى محمود يقطعها لي ويشنكرها. اهم حاجه يعمل شنفريه عشان خاطر يخش الجوان ما يعمل سريحها، وقف وبعد كده اقطع وشغل. كده حضرتك انا قطعت المانيجه بتاعه 90 مللي وقطعت الولد ال 50 مللي على القيمه الزياده اللي احنا اخدناها، وبتختلف من قعده لقعده ومن صندوق في بروز قيمه البورسلين بتاعه او الكلام ده. فهناخد برضه سنه سيليكون ايه نظافه بس اللي هو ايه يمشي لي الجوان. تعالى خش على الديل. نعم. كده انا حطيت الولد بتاعي، خش عندي. واحط حته سيليكون او شحم نباتي، اي حاجه متاحه مع حضرتك احط الولد بتاعي. وطبعا كده الولدين بقوا على نفس القيمه المطلوبه مع التويلت، والمسمارين زي ما احنا وزننا قبل كده، ونراجع على الميزان ان هو يديني ميزان. كده انا عندي الولدين ممتازين جدا جدا. نحط حته سيليكون برضو على الجوان عشان يعمل معايا ليونه مش اكتر من ذلك. هو ما بيمنعش تسريب اللي احنا بنحطه، يمنع طبعا، بس احنا الهدف ان احنا يعمل معانا ليونه مش اكتر من كده. كده احنا خلاص الدنيا معانا تمام، ظبطنا البروز بتاعنا، ظبطنا الصواميل بتاعتنا. نبدا نوزع الورد والصواميل بتوعنا، ادي ورده والدعامه وصاموله، وهنا ورده ودعامه وصاموله. شوف الورده الثانيه فين، الصاموله الثانيه فين. في معانا صاموله جريت مننا وهنجيبها من القعده الثانيه من الجوانب الثانيه. كده حضرتك انا هبدا اشيل القعده المعلقه واخش بيها. كده انا دخلت قعدتي كويس جدا. ابدا اخد الورق اللي الدعامه الاول، احط الورده الصاج ثم الصاموله. في عندك يا محمود للولد كيس اسود صغير كده جنب الولد بتاعت القعده؟ كده انا هنا جمعت هنا اهو، واحط الورده والدعامه والصابونه الصاج، الورده الصاج، وادخل هنا. بس اوعى سيبها، هات ميزان ميه مفتاح 19 تحت رجلي مفتاح 19. وبرده اهم حاجه حضرتك ان انا اركب القعده على الميزان، ما تركبش كده وخلاص. ليه؟ عشان خاطر اللي قاعد ما يحسش ان القعده مايله ليه او الكلام ده. كده انا هنا خلاص الدنيا معايا تمام، قرب. واما بتيجي تقرب حضرتك بقرب على شغل زي ما انت
تجمع سنة الأول. ثواني. قربت. هنا بجمع سنة وهنا بجمع سنة، ما بخشش الرباط كله من مرة واحدة بس خلاص. كده أنا هنا ضبطت على الميزان، وبرضه الوسطى محمود يجمع معاه في، يفضل يكون اتنين معاه. هو طبعا واحد لوحده هيعرف يربطها مفيش اي مشكله، بس اتنين مع بعض عشان واحد يسند من قدام ويظبط على الميزان، ويكون واحد بيحرق معاك على القعده سواء في الجنب او من تحت او الكلام اللي احنا بنشوفه ده. طبعا احنا في البدايه كنا مجربين الميه بتاعتنا والدنيا زي الفل، فمفيش فيها مشكله معانا يعني، بس اهم حاجه انك قبل ما تربط تجمع الميه بتاعتك وتجرب على الكرتونه، بس احنا قلنا ايه نقصر الفيديو على قد ما نقدر. كده احنا لازم، وانت طول ما انت بتربط وتجمع لازم الميزان يكون معاك ميزان. طبعا اخش انا بالتحريقه بتاعت الوسطى محمد، ومن هنا التحريقه بتاعت الوسطى محمد. كده احنا ربطنا القعده بتاعتنا وعلى الميزان، وكده القعده بقت كويسه جدا معانا، والارتفاع بتاعها المماثل الطبيعي بيكون 40 سنتي زي ما باين مع سيادتك في الشكل كده. كده احنا ربطناها وهنطلع نقف عليها الاول نجرب الشغل بتاعنا اللي قاعد. اقعد. انا واقف وادي الوسطى محمود قاعد عليها. كده انا وزني 100 كيلو والوسطى محمود 70 80 كيلو. القعده الحديد شايله 180 كيلو بتشيل 450 كيلو. قوم يلا. كده القعده بتشيل 450 كيلو مفيش فيها اي مشكله اطلاقا. نبدا نشغل الكومبريشن بتاعنا. الميه شغاله معاك زي الفل مفيش فيها اي مشكله. اقفل السديري بتاعنا سوفت كلوز. طبعا بعد ما بتخلص الرمضان كده طبعا السوفت كلوز لازم ينزل بالراحه عشان خاطر السدير ما يتكسرش او ما شابه الى ذلك. هات حته كرتونه ناشفه. ده هنا كده السدير السوفت كلوز بتاعنا قفل معايا زي الفل مفيش فيه اي مشكله. بتبدا بقى زي ما انت محتاج قفل اسمنت ابيض عشان خاطر الشكل النهائي يكون معاك لذيذ. والبلاطه دي بلاطه ناعمه، ففي بلاط بيبقى خشن اللي هو له تضليعات، فبتلاقي القعده فيها لفه صغيره ما تخافش منها ان البلاط ما يبقاش مطبع مع القعده. البلاط الملز احسن بكتير من البلاط اللي فيه تضليعات بالذات على القعده المعلقه عشان يديك بالظبط جدا جدا جدا. طبعا ايه انا بحاول بحب اديها تحريقه سنه صغيره اللي هو يعني ايه لو انا اطمنت الدنيا معانا امان. هات الكرتونه دي كرتونه سيادتك ناشفه لازم احطها تحت القعده زي كده واضرب كومبريشن. افتح المحبس. طبعا عاملين محبس للصندوق الدفن تحت التويلت تحت الحوض. طبعا الكومبريشن يملى وادوس على الكومبريشن مره واثنين وثلاثه عشان اتاكد ان القعده. طبعا احنا ضمننا ان القعده شايله تثبيت كويس واضمن ان القعده ما فيش فيها تسريب. كده انا اقول لك عيش على القعده ممتاز جدا جدا ولا فيها اي مشكله اطلاقا بالنسبه لحضرتك. كده كده القعده اشتغلت معانا اهي. تبص معايا على الكرتونه مفيش فيها اي تسريب اطلاقا بالمره. دي كده الكرتونه مفيش فيها اي تسريب. ونحط نجرب تاني. طبعا على راي الابله نظيره ان القطه ما بتكدبش، احنا بنقول ان الكرتونه ما بتكدبش. نضرب كومبريشن. اضرب كومبريشن مره واثنين وثلاثه. ارفع الكرتونه معاك سليمه وناشفه، يبقى انت كده الولد والروبوتات اللي احنا ربطناها كويسه جدا مفيش فيها اي مشكله اطلاقا بالمره. وارجو ان اعجابكم وانتظرونا في كل ما هو جديد وحصري مع محمد صلاح ابو علي. اللي عايز يستفاد من هنا يتابعنا ويدعي لنا، واللي مش عايز يغادر الصفحه بكل سلاسه ويسر. ونحب نقول لكم مع السلامه.